انا كده في طريق موسكو، فاضل لي 400 كيلو ان شاء الله واوصل موسكو. من هناك هكمل انا رايح موسكو ليه، وهشرح تحديدا ان شاء الله، لان الفتره الجايه انا مش هكون متواجد في روسيا، فنوصل موسكو وان شاء الله نكمل مع بعضينا. يوسف رايحين فين؟ رايحين مصر. رايحين مصر؟ قرار العودة لمصر، قرار نهائي نهائي، بس مش عودة طويلة، يعني هو وقت محين ورجع تاني، لان طبعا تعرفين ان انا الفترة ديت شغال مع الطلاب، فما ينفعش ان انا اقعد فترة كبيرة في مصر. فانا هنزل مصر، هورد عيالي مصر، وهيقابلوا اهلي، ولازم يعرفوا اهلهم في مصر طبعا. طبعا يعني بالنسبة لي ان انا انزل مصر في وقت زي دوت بعد ارهاق وتعب، تعب امتحانات مع الطلاب والحاجات دي، فان شاء الله ننزل مصر، والفيديو الجاي ان شاء الله هطلع معاكم من مصر، وحاول ان اطلع لايف ان شاء الله لو الانترنت ساعدني، هظهر مصر كل ما فيها، لان مصر هي الاساس. هتكلم على اي دولة، هتتكلم على اوروبا، هتتكلم على روسيا، ولكن مصر هي مصر بحلاوتها، بحلوها ووحشها. بلدنا مصر، مصر بالنسبة لنا طبيعي تاني، يعني مهما بقعد برا، مهما بلف، ومهما يعني مش عارف، ممكن يكون فيها حاجات وحشة كتير، ممكن يكون فيها حاجات احسن، ولكن بلدي في الاول وفي الاخر، وبيكون ليا شرف دايما ان انا انزل على اراضيها. دي حاجه بالنسبه لي بتكون كويسه جدا. ان شاء الله احنا قدامنا 300 كيلو نوصل موسكو، بعد كده نطلع المطار نعمل التحليل بتاع كورونا، وبعد كده نسافر على مطار القاهره ان شاء الله. معلم يوسف قاعد بيلعب في التليفون من ساعه ما طلعنا من بسكوف لحد ما وصلنا موسكو. انا كده وصلت المطار. على فكرة انا دلوقتي الساعة 10 بالليل، معاد طيارتي الساعة 1، انا وصل هنا الساعة 7، جاي قبل معاد السفر بتاعي بخمس ساعات. ليه؟ علشان هنا انا هعمل تحليل كورونا، انا ومراتي وابني. البنت الصغيرة مصر مش طالبة ليها تحليل علشان هي اقل من سنتين. التحليل عملناه واخدناه بعد ساعتين بالظبط، ودلوقتي هدخل على الريجستراتس بتاعتي، ادي الشنط وياخد التيكت بتاعي، وانتظر ساعتين، انتظر ساعتين واطلع الطياره، ومنها على مصر مباشر، وان شاء الله نكمل من هناك. بس نصيحه لكل الناس اللي مسافره روسيا عموما، اذا كانوا طلاب او مش طلاب، يبقى عاملين حسابهم ان هم لازم يروحوا قبلها باربع او خمس ساعات لو هيعملوا التيست هناك بتاع الكورونا. لو مش هيعملهم يبقى قبلها بثلاث ساعات، هيكون افيد ليهم. المفروض كده ان احنا سلمنا الشنط، وان شاء الله كده طالعين ننتظر في الصاله بتاعتنا على ميعاد الطياره. دلوقتي بالظبط فاضل لنا ساعتين والطياره بتاعتنا تطلع، وان شاء الله نوصل بلدنا اللي وحشانا. Целях обеспечения безопасности, все электронные устройства должны быть выключены или переведены в режим полета на время руления, взлета, набора высоты, зоны турбулентности, а также снижения посадки самолета.
انه مطار القاهرة ناقص. يلا يا بابا. على قد ما سافرت ولفيت بلاد ولفيت دول، ولكن انا لسه واصل مطار القاهرة حالا. اقول فعلا ان المطار عظمة، مصر هي العظمة، مصر هي الاصل، بلدي وان دار عليها الزمن برضو بلدي وكل ما فيها، وان شاء الله ان انا هلفها كتير لان هي دي اكتر بلد بتبسط لما بدخلها، ولو هي بلد الحبيبة طبعا مصر ام الدنيا. ممكن يكون في حاجات وحشة، ممكن يكون حاجات حلوة، بس مصر هتفضل هي طول عمرها مصر برضو. المهم ان احنا كده وصلنا مدينة الدسوق اللي انا عايش فيها تحديدا. انا رايح فين؟ رايح اتمشى في المدينة شوية، الجو نار، نار جهنم. فكرنا ان احنا نخرجه بس اولادي مش عارفين نخرج من الحر اللي احنا فيه، فمعلش يعني الجو هيرطب شوية وبعد كده اطلع خرجه مع المدينة ونطلع. طبعا الدوشة هنا حاجة ممكن تصدمك لو انت بقالك فترة عايش بره مصر. أربعة تمانية حاجة للذكرى كده على حقيقي يا عبد اللذيذة. هصورك يا دو وحش على فكرة ده صاحب الطفولة يا جدعان حبيبي. طبعا الحديقة ديت أنا كنت بلعب فيها من وأنا طفل صغير. الجامع اللي هناك دوت اللي هو مسجد سيد إبراهيم الدسوقي. أنا جددت الباسبور المصري والباسبور الروسي معايا، وده المسجد الكبير بتاع مدينة الدسوق اللي هو بتاع الشيخ إبراهيم الدسوقي. دي حديقة كاملة، ده المسجد زي ما قلت بتاع الإمام إبراهيم الدسوقي. دي هنا المحلات، الهريسة والحلويات. دول الناس بتوع الفسيخ اللي هم معروفة في جمهورية مصر العربية، عمارة مصر، بطيخ، محلات. الدوشة هنا ما شاء الله. المهم ان الجو حر، هنهدى شويه بقى لما الدنيا تهدى، وبعد كده هطلع هكمل بقيه تصوير المدينه، لان بعد كده هيبقى عندي مرحله كبيره جدا في التصوير، مش المدينه بس اللي انا عايش فيها، لو ان شاء الله هكون بالقاهره وهكون باسكندريه وهكون بمحافظات كتيره جدا في مصر. السلام عليكم واشوفكم فيديو جديد.